وجهت السيدة انتصار السيسي الشكر للهلال الأحمر المصري على المجهودات العظيمة التي يقوم بها دعما للأشقاء في غزة. جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية التابع للهلال الأحمر. وأشادت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعمل أعضاء الهلال الأحمر من شباب ورجال ونساء من كل الأعمار في ملحمة إنسانية متكاملة لتجهيز المساعدات دعما للأشقاء في غزة.